لله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ دلوقتي يا جماعة الحمار ده مسوس، والحاج ده كان جاي في مصلحة تانية وقلت له لازم يتقل. يعني أكتر الناس ما بتاخدش بالها يعني من الحاجات دي، يعني طول ما الحمار ماشي أهو ماشي وخلاص. صح حد؟ ولا أنت واخد بالك إن هو عايز يتكلم؟ صح. واخد بالك؟ لا. لا ازاي ده، هو حتى باين للي مش واخد باله، لان الحمار فيه نمله، دي نمله وفي سوس، ده شق سوس. فهنجلمه ونظبطه الوقت وان شاء الله هنرجعه لطبيعته تاني ان شاء الله. بسم الله توكلت على الله. شوف شكلهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نظبط زاويته الاول. ماشي يا بركه. بسم الله. هو هادي؟ لا. بيعمل ايه؟ بيعض؟ ليش لما بلاقي حميه لا عايز يعض؟ والله ما بعرفوش. ربنا يهديه. انا حاطط دهيه والله، لما بلاقي حمار كده في الغيط بقوم حاطها في بوز، اخاف احيد لي، لكن ما فيش حميره. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ بس ارفع للتانية كده، تدور بسرعة. تشد وش عندك خفيف. كل اللي عايزه منك بقى زيت وسخ. ماشي، شويه زيت وسخ. ماشي. امال يعني هحط زيت تقليه؟ حد لا زيت. حط له زيت وسخ، مش عارف النملة ده اهي. لو اتمكنت منه النملة، شوف هي طلعت حفوان طالعة فوق اهي. زيت الوسخ يمنحها؟ اه. لو اتمكنت منه بص، حتى مش هتخليه يعرف يمشي، لانها تخش على اللحم هنا. شوف هي داخلة اصلا اهي، فانا هبردها واظبطها ليك الوقت. ايش لازم النملة تتعامل كده يا حاج. اسمك ايه؟ محمد. يا حاج محمد، وتحافظ عليه، ده هو اللي شايلك يعني ولا ايه؟ في حد شايلك غيره؟ موتوسيكل. هو اسمه موتوسيكل ده، حتى لما بدي اركب وراه بالراحة ترى الوال. ايوه. عليه الصلاة. يا الله، مرض كده حد يا عم.
ضمير والله. انا كنت بروح السوق اشتغل انا الصحه. اه على الانفار اللي ماشي. انا جيت عملت لك شغل. لا انت كده انت كده جبت من الاخر. وخر ربنا يبارك. ربنا يبارك يا سيدي. هذه النمله نصيب النمله دي. هو بيعرج؟ لا كان بالزمان ما عرج جبته قررت مده شويه وركبت له حيله. عشان كنت ركبت له؟ لا ما عرفت انت ولا هو من زمان. من زمان اه. ارفع اللي عندك كده. لا كده. احلى حاجه ان قران الظهر ده هيتسجل معانا في الفيديو. طبعا لو ما كانش اتقلم كانت السوسه هتمشي فيه. واخد بالك؟ اه اللي هي دي كانت هتمشي فيه وتبهدله. الله وبركاته. يعني حلوه قوي اللي انت ايه؟ جيت وقلمت. ودي الاخرى كانت بادئه اهي. سيبها كده. الله أكبر الله أكبر. الحمار ده رايح يومين بقى يا حاج مصلح. يومين؟ اه. يعني مش هركب عليه ولا ماشي ولا؟ لا. انت جيب فرخ كده ولا حاجة؟ حد لا يفرح. شكرا جزيلا لك الله. بقول حد لا يفرح في الايام دي. ايش ده انه اللي ورا كده ارفع اللي بعد الظهر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. هات كده، تعال امسك دي كده، قول بسم الله. ما تقول بسم الله يا عم، ارفع فوق. لا لا ايش، لا 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 كل ده عشان النملة اللي فيه تيجي تاكل الحافرة. طب تخش علاح، خد احتفظ بيه، احتفظ. امال ايه؟ سوسه ونمله يا عم احمد، بتطلع الحفر فوق اهي. دي بقى شقي، ربنا يهديك. النملة واصلة فين يا عم؟ بتقول لها النملة مش ما بتعملش حاجة. هات المبرد دي كده يا عم، ما تلخبطوش في الكلام انتوا الاثنين. لا يحكم المكر في الايمان واجنان. ايوه كده، وهم لا يشعرون. بس ايش؟ على الفيديو. ماسك الاحمر، هات حد احمد ابو سديش، حد مسلحي، قول لهم يعملوا لنا لايك واشتراك. يلا يلا ماشي، هات نجيبهم. انت عمك احمد ابو سديش اهو، والحد مسلحي اهو. خلاص كده حد مسلحي، ما هو الاربعه تعمل اهو. ديت مش هتخلع شويه؟ لا اخرها كده. لا السوسه دي لا اخرها كده، ما هو الابيض اهو. ماشي، واللي قدامه كده رجلك كده اليمين. والاحمر دي علفها شويه نوبكس اهو. انت حلقت لامت بس، كفايه كفايه. ايوه ما كنا نتعامل اي حاجه. يلا 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 يا حبيبي.